إلى الجزائر لنستمع إلى تلاوة المتسابقة منال تغريني، نشاهدها سويا على الشاشة. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. منال تغريني من الجزائر، أقرأ برواية ورش عن نافع من طريق الأزرق. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. وهي تجري بهم في موج كالجبال، ونادى نوح ابنه وكان في معزل يا بني اركب معنا ولا تكن مع الكافرين. قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء، قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم، وحال بينهما الموج فكان من المغرقين. وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي، وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي، وقيل بعدا للقوم الظالمين. صدق الله العظيم. من الجزائر المتسابقة منال تغريني، كلمتكم شيخنا. بدي أرجع أسمع بعد إذنكم يا أخواننا في الكنترول. بسم الله مجراها مجراها، بسم الله مجراها ومرساها. في بدايتها إيه، في البداية، في البداية. أعوذ لا بعد بالله شوية. عدي شوية إن ربي لغفور قبل شوية. رحيم. قبلها كده المشاهدين الآن يشوفوا معانا واحدة من فنيات الكنترول، تفضلوا. وقال اركبوا فيها بسم الله مجراها ومرساها، إن ربي لغفور رحيم. يعطيكم العافية شباب، الله يعطيكم العافية. شيخي ما شاء الله، بارك الله فيك يا ابنتي منال. أنت درستي ولكن دراستك ناقصة شوي، الله يرضى عليك. مجراها هذه لا بد من تقليلها يا ورش، لأنها فيها راء، ليست مثل مرساها. أنت تقرأين أولا، أنت قلتي من طريق الأزرق، كان عليك أن تبيني جيد اللي قلتي جيد، لكن الأجود منه أن تقولي مثلا بقصر البدل أو بفتح ذات الياء. تبهتي؟ الأزرق له أوجه عديدة، فماشي. إذا بدك تقرأي بقصر البدل مع فتح ذات الياء، بسم الله مجراها ومرساها ساها، هذه مفتوحة ساها، لكن مجراها راها. تبهتي؟ انت فقط رققتي الراء، قلتي مجراها راها، ما بصح. تبهتي؟ الله يرضى عليك، ارجو ان يكون وضح. ويا سماء اقلعي، الظاهر وجدتي نفسك ما حيكفي فحبيتي توقفي عليها، طلع المد قصير. تبهتي؟ ويا سماء، هكذا يجب ان يكون، ما يكون اقصر من ذلك. هذا الورش من طريق الازرق طويل. تبهتي؟
والباقي منضبط. الله يرضى عليك وفقك الله يا بنتي، استكملي النقائص اللي عندك. الله يعطيك العافية شيخي.